اول حاجه عشان نادي يشارك مسابقات تبع منطقه القاهره لازم يكون نادي عضو في اتحاد الكوره الاول، عشان خاطر في ناس بتفهمها غلط اللي هي بيبقى مش عضو في اتحاد الكوره. اول حاجه بيبعت لي الجواب بتاعه، الختم بتاعه والتوقيع بتاعه، وبعد كده بيبعت لي جواب بالمسابقات والمراحل اللي هو يدخلها، اذا كان هيدخل ناشئين او بلاعم او قسم رابع مثلا اللي هم دول تبعنا احنا. دي بالنسبه لانديه القاهره اللي هي داخل القاهره. طب في حاجه تاني، في انديه من خارج القاهره زي فيوتشر، بيراميدز، اسوان، بولتو، السويس، من بره القاهره يعني. فدي طبعا اول حاجه الاتحاد بيدرس الموضوع دوت اول حاجه، على اساس بيبقى ما فيش دولي موجود للبلاعم عندهم هناك، او في مسابقه زي 2004 ديت في القاهره بس في مناطق كثيره مش عاملاها. النادي بيعمل جواب للمنطقه التابعه ليه، زي مثلا نادي اسوان بيعمل جواب لمنطقه اسوان ومنطقه اسوان بتوافق له، وبعد كده النادي بيعمل جواب لمنطقه القاهره ومنطقه القاهره بتوافق له، بياخد موافقه المنطقتين وبيعمل جواب لاتحاد الكوره يوديه الاتحاد على طول، بيقوم بيدرس الموضوع بيبعت جواب لمنطقه القاهره اللي اسوان هيلعب عندك في البلاعم مثلا من اول 2009 لحد 2013. وهو النادي عضو بيجيب جواب لمنطقه القاهره المدير التنفيذي كابتن محمد حشيش، انا عايز الغب الاشتراك لمسابقه القسم الرابع، بيدخل بياخد الجواب دوت بيتاشر عليه لجنه المسابقات وشؤون اللاعبين، نسخه بتيجي عندي ونسخه بتدخل لشؤون اللاعبين، بيفتحوا السيستم اليوزر نيم بتاع النادي والباسورد بتاعه بياخده وبيعمله هو النادي وبيبتدي يأيد اللعيبه. احنا كمسابقات بناخد الاسماء الفرقه دي كلها، بيبقى عندي جي 40 50 60 بنبعت الاسماء بتاعتهم بالرقم الايصال لاتحاد الكوره وهو طالبه يوم 4 10، بنبعت له الانديه اللي شاركت ديت كلها، بيبتدي الاتحاد بيقسمها جغرافي او بيقسمها هو على حسب ما بيقسمها بالقوه بتاعته، عشان في ناس هابطه من القسم الثالث للقسم الرابع، وبتتعمل مجموعات ولسه بقى هيدونا نظام الصعود والهبوط للقسم الرابع. الهيمنه الاولى اللاعب موجود في النادي فبيدخلوا على السيستم بمجرد مستنداته ايه اللي هي موجوده من السنه اللي فاتت. دي القايمه الاولى، مفيش مشكله. القايمه الثانيه اول حاجه بيعمل استعلام. استعلام على السيستم، بنرد احنا على الاستعلام. بعد ما نرد على الاستعلام هو بيدخل ايه مستندات القيد بتاعته. مستندات القيد بتاعته بقى ايه؟ لو ايه ناشئ اقل من 18 سنه لحد الناشئين البراعم 2013 بيطلب استمارتين وبطاقه ولي الامر وشهاده ميلاد ومدرسيه واقرار بصمه. باكثر من 18 سنه فيما فوق باستمارتين وبطاقته وشهاده ميلاد. او حتى الفريق الاول المطلوب منه استمارتين وبطاقته بس. يبدا اتفاق بينه وبين النادي، بيحط الصفحتين الفاضيين دول بيحط ايه اذا كان نسبه مشاركه، اذا كان اعلانات، اذا كان هو ده النادي اللي بيحطها، هو المسؤول عنها، هو اللي